الحارات ومشاهد مختلفة، أطفال يلعبوا وشياب جالسين يسولفوا وناس تمشي وتجي، ولكن القصائد أيضا حاضرة، حاضرة بصورة مختلفة. في ناس أو في بعضهم يقرأ القصيدة من ورقة، بعضهم لا، مسجل القصيدة في هاتف النقال. كيف حالك؟ ايش انت؟ انت بخير؟ تبغى؟ من التلفزيون؟ وك انا بليت عمري وياك انا الله بالعالي، سيل السنة سيل وسناسيل. شيء في الليل تشوفه ثلاث مرات، ويوم النهار تشوفه مرة واحدة. الشمس في النهار مرة واحدة، القمر قالوا النشاء بإذن الله تعالى إن شاء الله. أنا ما عندي يعني أحفظ، لكن عندي قصائد مكتوبة، إذا تبغى تسمعها اللي ينزل تحفظها مهلني يعني دقائق حتى أصل إلى البيت. تشوفني جالس وراسي يدور، خاتم في صبعي وقني في راسي، ماشي كما الغيب علم صعيب، وحاسب حسابك تراني صعيب. لا تشوفني جالس وراسي دور، ترى 400 قني فراسي. ايش اللي تخيل تشوفه بالليل ثلاث مرات، لكن يوم يجي النهار تشوفه مرة واحدة؟ النجم. وش يقول الميدان؟ تباني البيت مو تبني، ايش بعد هيش؟ بارق لضا وسنا بالليل، ايش بعد هيش؟ سيل السنة سيل وسنا سيل. بسك. وش يقول الميدان؟ والله الميدان تو بحر. انا بحر؟ انتو بحر. انت محيط. الميدان يباني البيت مو تبني، قال ابني بحط كبير شيبني، قال لي ابوي ما من كبر سن، شيبت الراس فراق المحبين شيبني. يقول لك بارق من الغبيب للضولاح، وناس بلون ببلاويهم ليوم فلان وربعه ما بسلاح، لا بطرف سيفي بلاويبه. بسك. ويقول لك بارق لضا وسنا بالليل، الوادي هبط ما درينا به، وغارت علينا سما بالليل وشلت ولد ما درينا به. ايش بعد هيش؟ ما عارفك. سيل السنة سيل وسنا سيل، سيل السنة ما ترس راسي، لو قيدوني بقيد وسناسيل بعد سيل السنة ما ترس راسي. معلم كتب لام حل مينون، الفضة مع الصف تقتلنا، لو ما بغينا نقول حد مينون، لكن الغم يا ناس يقتلنا. مغيب الوالد. مغيب. عندي وايد لكن مغيبين الواجد عندي. كيف ايش يقول لك الوالد؟ هن مخلين هن مخزنين هن المسارات. شوف هاي رسائل. أيوه. وين في الحافظات؟ لا لا يمكن مسودات. ايوه. هو اهل البيت الذي مقابل بيتنا، ما عنده كم حال العاشقين، طبيبه عارينا وصادق تلبنا، وتعالوا لنا يوم النجوم تغيبوا، فتلقاني بين اخوتي سبعه، الورك عالي والوساد حظيم، فان قتلوك فانت ما في ذمتي، وان قتلتهم انت الحبيب اللبيب. شيء يقول لك يوم الليل ايه شوف الليل. ايوه ثلاث مرات ليه؟ في النهار مره واحده. في الليل تشوفها ثلاث مرات. والله ما اعرف. الشمس؟ لا. القمر؟ لا. يقول لك ثوري عجب كانب الثورين، اشوف الخشيبه تدا ربي، عشايب جمل وهدايب ثورين، واستفتح بفيل يا ربي. عشايب جمل؟ ايه. والغداء؟ ثورين. ومستفتح بالفيل. ما مبين عليك يعني؟ ما يبين علي انا. كل هالاكل ما مبين عليك؟ ما يبين علينا. زين وش هذا اللي تشوفه في الليل ثلاث مرات وبالنهار مره واحده؟ هو اذا قلنا النجم، النجم الشمس مره واحده تطلع، وعاد بالليل اكثرهن، لكن ما نقول ثلاث. حياك. اهلا وسهلا. حياك. خلصت؟ والله قصائد حقيقه معظمها مكتبه المدرسه، لكن هذه بما يقول بما يقول يعني احد الاخوه. يا ليت تفهمني وتعرف مطلبي فيك، واسأل إله العرش الله يخليك، واطلب طلب نفسي الله يهديك، ويمد في عمرك ويحقق أمانيك.
ايش اللي هو بالليل تشوفه ثلاث مرات وبالنهار مره واحده؟ في الليل ثلاث مرات، نعم، وفي النهار مره واحده. لم حرف اللام. واجابتك صحيحه يا سنان. سنان بن من قلت لي؟ سنان جابر محمد الوائلي. والنعم سنان بن جابر بن محمد الوائلي. والنعم. وهذه طبعا هديه، جائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، برنامج هود هود. طال النفح يا صقير، طال الطير يفد رضمت رضم وبوش منه. عمري 85 سنة، تزيدوني واحد زيدوني يكون 86. ما يحتاج ذابحني ذبح غير ايش اسوي؟ شفت ايام الشيف الله ما اقدر، ايش بسوي؟ ايش بسوي بعمري ولا الشيف يا ابني ولا انا؟ يا الله يا الله. اخ تحت الزين ما لي عانه تعرف العانه معروفه مثل 300 ربيه ودشيله يتمشى والعمامه صوريه كاميرات علي كلها يبنجوري بلم صاطري واحد ما يجوري زر ما يبشر الغشامه يبالي شويه تراب عليها وزماله عصر الخميس اسقيت زرع الفوادي. الصبر ببراد مكيف سيارتك ما تبرد؟ حب بردك اهردي. ميداد حيفة الحرة؟ خر اخونا هل شبيب؟ كنا شايف انك في مكانها. بصورين بحا ببرا. ها؟ ببرا. وعبته هوس خلاف. ها؟ هوس وغابته. جناحتك قلب بالهجران مني فشوقي زايد والحب بادي. ونبيك محمد. ها؟ ونبيك ما عندي شيء. نعم. مكة الشايب. هذا مسمع. ها؟ أحسنت أحسنت. وما تقاطعون عزيزاتي من الخير. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا أبو شوف حضرك. أحسنت أخوي أحسنت. سامحنا. أحسنت أحسنت الله يبارك فيك. الله يوفقك إن شاء الله. منين أنتوا الأخوة؟ نحن من التلفزيون. الطريق الجبلي اللي تشاهد من خلاله روعة المكان. المناظر الجميلة والنخيل الباسقة والمزارع اللي تعبر عن مدى حرص العماني وحفاظه على الزرع. سقيت عمي؟ سقيت؟ اليوم اياد معك اليوم؟ نعم. سقية معك؟ معي النور. الساعة كم للساعة كم تسقي؟ ساعة من الساعة 8 للساعة 10 تقريبا. ساعتين ايه. ما يجي حال غير عالي واحد ثاني ايه. وشي احيانا يجي دور بالليل تسقو؟ يجي بالليل. حسبوا بالساعة ولا بالنجوم؟ لا بالنجوم باللمد. بالليش؟ لمد لمد اللمد لمد الاحيان هذا اللي في العرض مسوي حصى كذا منه هناك عندنا فوق نزل هناك في النهار يعني وفي الليل في النجوم اللي هو النمر؟ لمد لمد نحن يسموه حد منهم النمر. النمر ها؟ إيه. أشتكي من حساسيب النمر ضيعوا الماي وسقوبه غسور. يعني محسب وزين. كذا صحيح. أنتوا تسموه إيش؟ نسميه اللمد. اللمد. إيه. يعني طريقة الحساب. توزيع الماي يعني. توزيع الماء. إيه. نحن معنا مثل يقول البخت الأياد. البخت الأياد؟ ما والله. وقفناك على الشارع فعليك من وين جاي؟ والله من الهقير. ورايح؟ رايح استاذ ان شاء الله. ان شاء الله استاذ. البخت أيوه. الاياد ايش تكملته؟ والله لا اعرف هذا ما عندي. كيف وادي ابن خروز زين ها؟ زين الحمد لله. القيض كيف؟ القيض زين الحمد لله. ايش النخيل اللي موجود اكثر في وادي القيض؟ والله الخنيزي وعندنا الخلاص لكنه ما كثير وعندنا النغال وخش سويح وايش ما يشبه ذلك. نعم تستمر وايد معكم القيض اني مثلا شهر شهرين ثلاثه زياده شويه. اخر شيء الخصاب. شهر كم هذا الخصاب يجي؟ شهر حوالي 7 إلى 8. يقول البخت الاياد. ايوه بختك ملته يا البخت الاياد. ايه بخت الاياد ما أعرف عنه ما أعرف بخت العياد ما أعرف عنه إيش يعني بالطريقة هذه ما أعرف. السلام عليكم. طيبين يا هلا بك. الحمد لله. اسم هذا الفلي؟
هذا الفرق ستال. فريق ستال. فريق ستال. أيوة. نعم. بخت الأياد. والله ما أعرف أكبر. الأسف يعني. هزار عبرود الودة في بساتين خلاني بين غابات ممتدة وزاهي العود بلوانه بخت الأياد الراحة العمر هود هود معي لكم قصة وايد عيبة قصة ما بين البابو والوالد سعيد بن خلفان الفهدي بتسمعوا؟ البابو والله هذا جدي رحمه الله كان جالس هو رجل صايغ وجالسا في السبلة يصوغ وكان بقربه أحدا من الذين معه فقال له هذا البابو جالس يغرد فوق ثلثبة كانت هناك شجرة ثلثب وهو يغرد فيها فأراد ذلك الشخص الذي جنبه أن يضرب هذا الباب واسمه صربوخ لكن قال له جدي أصبر شوية قليلا لا تضربه نتفاهم مع هذا ثم إذا حان أجله نأكله مع ذلك إنه أراد أن يكلمه فأجاله بشيء من الشعر قال له يا طير يا طير يا باب غرب إلى قلب تلقى الخير مداكي وشرق إلى الدار تلقى الدين بفتاكي ولكن تحذر من المجنون وأصحابه كان أحد ساكن في الدار لقبه لا لكن هو قال له المجنون يعني تحذر من المجنون وأصحابه تسمع فمع ذلك رجع الطير له قال أضربه هذا قال ما أضربه قبل أصبر نسمع حكيم ما يقول رد علينا قال أما ذاك مرهون جمع الطير لا يهابه هذا جواب البابو جواب البابو هذا جاوبه أما ذاك مرهون قلب عن الطير لا يهابه وأما ذاك مداد يقلع هدوب ويشاكي وأما ذاك صربوخ كل يوم يحوط بملهابه في قضين وفي كبس بترابه قال خوز عنه خوز عنه قال لا ما خوز عنه لازم قبل بعدنا نعطيه كلام يمكن بعده طايل أقله قال له يا طير يا طير يا بابا نحسبك تعرف طائر وأفاكي نعلك اليوم في ذي النار مأواكي بقى الطائر مكانه ثم جاء صربوخ وسدد سهمه إليه فوقع في رقعة السكين فأكلوه على ذلك النار الذي هم يصوغ عليها لكن بعد ما حاوروه لأنه ينتظر أنه هل هو حاين أجله أم لا على يهود يهود يا أهل البيت شي الماء وعلى يهود يهود صورنا صور مهمك أكل بسكوت وشاي هي هي صور لا تخليك خلينا نضحك شوي يا اخي اشوف هود هود سلم قود سافر عصر ميلكم عليها الخشب ميلكم زايد موزن قطعته وخل الليله تبون انت حاكم خل الليله باتاخذوا ميلكم عن ميلكم زايد زين يقول لك حن معنا مثل يقول لك البخت الاياد العياد هي يوم العيد لا البخت الأياد أكل بسكوت وشاهي بسكوت وشاهي بس هيه هيه صور لا تخلي من ببال شرب بسكوت كل بسكوت من ببسكوت كل سنتو من بسنتو هذي ولا عني بعد قوب أخوي عبد الرجاء يبا شاي أنا بعطي بارد خلي نضحك شوي يا اخي اضحك ها اضحك هذا هو اشوف الشاي لايك ايش في الشاي ها الشاي لا انا ما بشاي صورنا صور مهمك زين يقول لك البخت الاياد ايش تكملته البخت الاياد البخت الاياد والله انا ما اعرفه لا تعلم انت يمكن بكره انا مرض انا بكلمنا واحد اخي بقدر اجاوبه سبحان الله شوف التلفزيون بس شوف التلفزيون التلفزيون بيجاوبوا تلفزيون مالي خربان أسوأ 4 شهور ومستكاوت فلوس عندي ما أنا ما عندي بروح بجيب الهندي بيصلحه يعني ما تشوفنا في رمضان
رمضان لازم قبل رمضان ما مصلى قبل رمضان؟ نعم. شو عمرك في رمضان؟ ها؟ شو عمرك في رمضان؟ الله يعلم. هود 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 سلم قول سبع شيء شيء مسبع هذا شري شر اللي شراها المالكي ناوي أزور الولايات وأحضر كل ركض غاوي يلا بتوفيق وتوفق بالشرية ناقه لباها وتطلع فرك ضهية بدفع ثمنها ولحد عنده درية ما هم من المال قلب الصوب هنهاوي وعندنا ونه البارحة بعد العشاء ونيت ولقيت صحيح بيزعلان يطري علي العين والبوش والهال زين حل معنا مثل المثل يقول البخت الأياد بخت الأياد صاحبه أستاذ البخت الأياد قالوا صاحبه أستاذ بخت الأياد قالوا صاحبه أستاذ أستاذ صحيح أستاذ وأنت صح قلت لي من اسمك بالخير خميس بن سهيل بن سالم السعدي أبو سعد أبو أسعد أبو أسعد خميس بن سهيل بن سالم والنعم بخميس إجابتك صحيحة فزت معنا بجائزة مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هود هود تستحق تفضل شكرا شكرا مباني البيت